عرفنا بحضرتك. نعم. عرفنا بنفسك. احمد محمد الفكري. كلمنا عن احنا احنا موجودين فين دلوقتي؟ احنا موجودين دلوقتي قدام مستشفى صنباط. طبعا المبنى كان قديم، كان متهالك وكان قديم، والحمد لله ان شاء الله موضوع حياه كريمه برضه بين مستشفى جديده ومدارب ومستشفيات وحاجات كتير او مشروعات يعني عملاقه بصراحه يعني. كلمنا قد ايه المستشفى الجديده هتفيد القريه؟ طبعا صنباط بلد كبيره وصغيره كده، فيه حوالي اكبر فيه حوالي يعني كوره وعزه كتير تبع صنباط، كتير من المصارف كلها في المصارف كتير يعني. القريه قبل وبعد، كلمنا عن القريه قبل حياه كريمه وبعد حياه كريمه. والله في اللي يمكن ان في تغير ملحوظ في البلد وفي الهيئه، يبقى بصراحه ده هنقوله بس يعني كل حاجه واضحه يعني. الاجابات بتتكلم عن نفسها يعني، مش محتاجه ان حد يتكلم ولا حد يقول، كل حاجه واضحه. الناس شافت قبل كده وبعد كده. القريه يعني المستشفى دلوقتي بيتم الانتهاء منها. ايوه. يعني كلمنا عن شعار المواطنين لما بيعدوا كده ويشوفوا المنتجات اللي بتتم على ارض الواقع. والله الناس بصراحه الناس يعني مذهوله بصراحه يعني، تطور كبير قوي بيحصل في البلد يعني بصراحه يعني، حاجات ملموسه وحاجات واضحه للعيان يعني. رد كلمه للمسؤولين عن مواطن الحاجات. والله نتمنى يعني نشكرهم على اللي هم بيعملوه، طبعا واجبهم وحقهم علينا وحقنا عليهم برضه، ان هم يعني حاجات كتير، واحنا يعني مرحبين بالحاجات دي كلها والحمد لله يعني، وربنا يزيد المشروعات القوميه وربنا يزيد الخير يا رب البلد يا رب.